الأسرة الإعلامية المرافقة لهذا المهرجان والتي رافقت المهرجان طيلة عام. كل الشكر لكم، أنا أشكركم لأنكم أنتم من قدم صورة المهرجان للمسؤولين الجزائريين، أنتم من أوصلتم صوتنا، كل الشكر لكم. هذا المهرجان اللي تأسس منذ عام، كانت الدورة تاعو الأولى العام الماضي، وهذه الدورة الثانية تشهد حضور فنانين كبار في الفن والسينما العربية والدولية. نحن فخورون جدا بهذا كما نقولوا البا اللي درناه مع هذا الفنانين. يعني العام الماضي كان إلا الفنان الجزائري هو كان طبعة جزائرية بتكريم الفنان الجزائري، وهذا العام بحضور ثلة من نجوم الفن الجزائري والدولي.